شكلها فرجت أخيرا وظيفة فيها مسؤولية مش حكي فاضي صار لساني متخرج وما في إلا وظائف ما لها مستقبل ما لها مستقبل يلا وظيفة كويسة بدون واسطة والله شيء غريب وين الكاميرا الغريب هيك بقدر أستقيل عن أهلي وأشوف نصيبي بهالدنيا بدون واسطة أخيرا حقدر أشتري سيارة وتلفزيون فلات بانيل ودي بدي هانت هانت آه ورحلة فرنسا قربت قربت والله يا أبو الزوز بكرة حيصير لك مكتب سكرتيرة وظيفة منيحة بدون واسطة وحشتري مايكرويف وحشتري مكيف 3 طن مكيف 3 طن وبلاي ستيشن وستيريو أول شيء حاخد قرض من البنك أشتري البي أم اللي كان ابن الجيران يشبع فيها علي وراح أجنبها وأركب 4 سماعات على الداير وهوفر وأمبليفاير وأحرق رأس ابن الجيران وبعدين بدي أجيب لي لابتوب خفيف وألعب نيد فور سبيد وجي تي اي وفيفا واخذ صاحب كان اللي فيها ما في ولا وظايف ما اول شيء مرحبا شباب تاخذوا هدول بتوزعوهم تعبوهم برجع لكم بعد 5 دقائق شباب بس تاخذين هدول الكلام ألو أهلين والله يبدو أنه ما حد راضي يشتغل معنا حاولت أرفع الراتب لكن نفس النتيجة كمان مرة أوكي زي ما بدكم مع السلامة.